هذا خبز الدار اللي ما غاديش يخطيك في رمضان من الخفة اللي فيه تحسبيه بريوش بنين لدرجة ما تصوريش. ونزيدكم حاجة، خدمتها غير بالسميد، ما درتش فيه كاع الفارينة. لايك واشتراك في القناة وبارتاج، ربي يحفظكم. روحوا للوصفة وطريقة التحضير. جيب القصعة تاعك وحطي فيها زوج كيسان تاع سميد يكون رطب، يعني السميد الناعم. هنا السميد استخدمت مولة. جيبي علبة تاع ياغور طبيعي حطيها كاع في هذاك السميد، وزيدي مغرف سكر كبيرة، مغرف كبيرة خميرة الخبز ولكن تكون ممسوحة مشي مقبة. زيدي زوج كيسان تاع ما يكون دافي ما يكون ساخن. وحركي مليح بالفوي بهذه الطريقة. كي تشوفي ديالك هاد الفقاعات حبسي غطيه وخليه لمدة 5 دقائق. ضروري تخليه يريح شوية، 5 دقائق ما تفوتيهاش. بعد مرور 5 دقائق نحلو عليه ونزيدو بقية المقادير. وكما قلت لكم في بداية الفيديو اني غادي نحط غير السميد، ما غاديش ندير فيه الفارينة. حطيت هنا كاس تاع سميد وزدت الكاس الزاوج. هنا تبعيني مليح، غادي نزيد مغرف كبيرة ممسوحة تاع ملح. جيبي ربع كاس تاع زيت، نحطو ملعقتين تاع زيت فقط في المرحلة الأولى والباقية نخلوها من بعد. لم العجينة تاعي بأصابع يدي بهذه الطريقة، ولاحظي معي أنه العجينة مازال ما تمسكتش، راح عادك طرية. نجيب كاس ناقص إصبعين، يعني كاس قل ربع من السميد الناعم، نزيد نحطه على الخليط. لاحظي معايا مليح وتبعيني، هنا راني منقصه قد الربع تاع السميد، ما درتش كامل الكاس. من بعدها غادي نزيدو هذاك الربع. احيانا السميد تاعك يكون يشرب وغادي ينشف لك العجينه، فما تحقيش تزيدي هذاك الربع. صحيح اذا لميتي العجينه وشفتيها هذاك طريه وخصها قد الربع تاع السميد زيديه، ولكن قبل ما تزيدي هذاك الربع كاس تاع السميد غادي نخلو العجينه تاعنا تريح لمده 10 دقائق. كما تعرفوا السميد يشرب، غادي نخليه يريح 10 دقائق ونشوف اذا كان هذاك هو ما نزيدش هذاك الربع. اذا كان بديت نعجن فيه وقيته ناقصه فنزيده. بقى معايا دوك نشوف. حطيت العجينه تاعي هنا في طاوله العمل وبديت ندلك فيها، وغادي نزيد لها هذاك البقيه تاع الزيت اللي قلت لكم عليها. صحيح هنا درت ملعقتين كبيره تاع الزيت، يعني في الاول درنا في المرحله الاولى ملعقتين ودروك زدنا ملعقتين بعد مرور 10 دقائق. وانا نلم فيها ونعجن شفت بلي خاصها، فرحت جبت ربع كاس تاع زيت حوالي ملعقتين كبيره تاع السميد الناعم، كبيتها من الفوق بهذه الطريقه وواصلت الدلك. هنا صاي العجينه راها هذيك هي. راني قلت لك ونعاود نقول لك، السميد احيانا يكون يشرب وكاين اللي ما يشربش، عليها قلت لك خلي هذاك الربع احتياطي. هنا ما ديريش يدك في الماء، لا غمسي يدك غير شويه تاع الزيت وبداي تدلكي فيها، غادي يجيك الدلك خفيف سريع كانه راكي تدلكي في الفارينه بسرعه. غادي تندلك لك واحد برمشه عين، يعني ما غاديش تحسي بها، ما با دقيقه يعني اقل من دقيقه. وما ديريش مع الاول، درت شويه تاع سانوج ودخلت فيه مليح في العجينه، وهنا تكون واجده معنا، يعني ما تغلبك ما تتعبك ما والو. خبطيها بهذه الطريقة وجيبي البلا تاعك مباشرة، دهني بالزيت وحطي العجينة وقلبيها على زوج هكا من جهتين وبداي تمشي فيها على كامل البلا تاعك. القطر هذا تاع البلا حوالي 39 حتى 40 سنتيم. انتي هنايا ضروري كي تحلي العجينة ضروري تكون رقيقة شوية ماشي غليظة. كما راكي تشوفي حليتها بكل سهوله. غادي نخليها حتى تضاعف الحجم تاعها، حطيها في مكان يكون دافي. كي تشوفيها تضاعف الحجم تاعها شويه يعني ماشي طلعت لفوق خمرت، نعاود نولي لكم نكملوا الوصفه في رحبه. خليتها تخمر وغادي نجيب حبه بيض، حطيت لها شويه تاع قهوه شويه تاع ملح وندربها مليح مليح.
ونجيب الجبن الطري، هذه الماركه بزاف شابه، نحطها في الكيس الحلواني في لابوش ادوي. هذه الطريقه عمليه وتساعدك. نحط كميه لا باس بها بهذه الطريقه في لابوش ادوي، وبعد ما خمرت معنا العجينه شوفوا الله يبارك، يعني مشي حتى يضعها في الحجم تاعها بزاف. صحيح هذيك هي نص ساعه في مكان دافي، قد ما يضعف الحجم تاعها شويه جيبيها دهنيها بالبيض وخدميها كما تبغي. انا دروك شوفي كيفاش خدمتها باصابع يدي، بديت نضغط عليها وخدمتها على شكل حلزوني. انت تقدري ديري مثلثات كيما تقدري تخليه كيما راه بلا ما تزينيه، تدهني غير بالبيض وتطيبيه، ولكن هذا الشكل يعطيها واحد المنظر شباب بزاف. وهذاك الجبن يزيد لها بنه على بنه. لاحظي معايا هنا كما قلت لك تقدري تستغني على هذه المرحله. الضغطي ضغط يعني قوي، مشي غير من الفوق، حاولي تدخلي العجينه حتى لتحت بصح مشي حتى تثقبيها. لا العجينه قطنيه سبون، شوفوا الله يبارك، كانه هي خدمتها بالفرينه ماشي بالسميد. وكما شفتوا معايا خدمت غير السميد، ومهما تاكلي منها يعني جايه تشبع وبنينه وما تضرش. شوفي هنايا جبت الفرماج وراني بلا بوشادوي نمشي في دوك الفراغات بهذه الطريقه. ربي يحفظكم. اذا وصلتوا لهنا ونسيتوا تضغطون على زر لايك، فمن فضلكم تضغطون على زر لايك وبارطاجوا الفيديو وشاركوا اذا كنتوا جداد. نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش غير تفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل الفيديوهات اللي غادي نحطهم. وتحيه كبيره لكل متتابعيني القدام والجداد اللي دخلوا معنا، نقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونجيب لكم وصفات ناجحه كما عودتكم ان شاء الله يا ربي. في هذه الاثناء وانت تخدمي وتزوقي فيها تكوني شاعله على الفرن درجه عاليه يسخن مليح مليح. من بعد كي تبغي تدخليها للفرن نقصي له 180 حتى 150 على حسب حراره تاع الفرن تاعك. شعلي لي غير من التحت يعني لمده 5 دقائق 10 دقائق من التحت، من بعد شعلي من الفوق ومن التحت هكا باش يطيب مليح. كما تعرفوا السميد بالخف يتحمر من التحت، المهم راقبيه. مده الطهي تاعه ككل يعني من الفوق ومن التحت نصف ساعه يكون واجد معك، لذلك ما تروحيش تخليه. ندخلوا للفرن بعدين نرجع لكم. وبعد ما طاب الخبز الدار نجيب شويه تاع زيت زيتون بعد ما كنت دايره فيها شويه تاع زعتر يترقد فيها. هنا شوفي لاحظي معايا راني ندهن هذوك الجوانب تاع الخبز بزيت زيتون. ما شاء الله عليه هذا الخبز راه يشهي، وننصحكم وبقوه تجربته وتردوا عليا في التعليقات كما موالف كما عودتوني. ربي يخليكم ان شاء الله وربي يحفظكم. هذا الخبز يوالم بزاف رمضان خاصه مع الحريره في السحور، يعني ما شاء الله. وهذا الحجم حجم عائلي، تقدري مام تبغي تدسيه في الثلاجه. شوفي هنا كي يوجد قلعيه من البلا، دوك نوري لك كيفاش ديري. قلعيه من البلا وخليه يعرك شغل شويه على السربيته، غطيه من الفوق هكا بكيس وزيدي له سربيته خليه يهد شويه، بعدا قسميه. هو حتى وحامي يكون طري، شوفوا الله يبارك الخفه اللي فيه، يعني هذا وين قلعته من البلا. وشوفي معايا كيفاش راني قسم بالمقص، راه خفيف ريشه تحس به فرينه ماشي سميد. ومهما تاكلي ما تنضريش، نصحك بتجربتي هو بقوه. كما قلت لك انا استخدمت السميد الرطب. شوفي هنايا الفرماج كيفاش راه دايب عليها ما شاء الله. جربوها وفي رمضان يعني قدموها مع الحريره في السحور كذلك، يعني تشبع وتقنع. وهذا حجم عائلي كما قلت لكم. كيما قلت لك تقدري تدسيها الغدوة من داك وما غتاني كيفاش ديري، خليها تبرد تماما، ما دخليهاش في الثلاجه وهي حاميه ولا دافيه، لا خليها تتبرد، غطيها وخليها جانبا. من بعد جيبي كيس ودخليها فيه وغطيها مليح، ما تخليش الهواء يدخل لها، وديريها في الثلاجه، الثلاجه لتحت يعني ماشي في المجمد. الغدوة من داك جدي على حسب الحاجه، حميه يعني في الميكرووند ولا شعلي الفرن ساخن جدا، كي يسخن مليح دخليها تصهد شويه وتخرجيها.
ميم تقدروا تشربوا بها القهوه تاع الصباح تحسبيها بريوش. ف ان شاء الله يكونوا خفاف ظرف على قلوبكم. تهلاو في روحكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.